عقدت الجماعة الحضرية لطنجة دورتها العادية لشهر أبريل على إيقاع ساخن، فبعد الخروج المفاجئ لعمدة مدينة طنجة وإعلانه عن فك الارتباط بشركة أمانديس، انتفضت المكونات السياسية للمجلس الجماعي ضد هذا القرار الذي اعتبرته أحادي ولا يمثل للفعل التشاركي الذي يجسده المجلس في اتخاذ القرارات. وهادشي كامل نهضروا فيه الوقت ونهضروا فيه الجهد، ما كاين والو. يعني هناك فيما يتعلق بتدوير الفوضى النظافة كيدا اللي راه الشركة بدات، الشركة الجديدة، فيما يتعلق بالنقل الحضري، يعني كانت الشركة متوقع أنها تبدأ بداية هذا الشهر ماي، ولكن طلبنا منها كمجلس أنها تنتظر إلى آخر ماي، لأنه مجال ما جابت شيء الحافلات الجدد اللي هي ملتزمة بهم، طلبوا شهر ديال المهلة، وبالتالي راه غادي يبداو فاتحين اليوم لأن الحافلات راهم وصلوا وغادي يبداو. فيما يتعلق بتدوير الفوات كاين جديد هو أن واحد الشركة كانت تبغى تشري سميتو أمانديس فيوليا، ولكن دابا الآن حنا غادي ناخذوا قرار في المجلس. هناك رفض تام ديالنا حنا أولا كمكسب، وكذلك ديال التوجه ديال الجماعة، وبصفتي أنا كممثل الاتحاد السوري نحن نرفض بتاتا بأن الشركة ديال أمانديس تبيع الأسهم ديالها لهذه الشركة، على أساس أنه حنا العقد ديال ربيطونا مع شركة أمانديس، نحن نطالب بمراجعة العشرية ديال العمل اللي قامت به، المنجزات شنو ما قامت إلى غير ذلك، ملي تكون هناك واحد المراجعة حقيقية يعني بحال اللي كنقولوا نتحاسبوا مع أمانديس. علاش؟ لأن المدة ديال التسيير ديالها هذه تقريبا 12 عام، راه الساكنه ديال طنجه هناك احتقان شعبي، هناك مجموعه ديال الامور اللي لم تلتزم بالعقد، ما يمكنش احنا نبقاو نمشيو بهذه الطريقه هذه. نحن نطالب بمراجعه ونطالب ان تكون هناك محاسبه حقيقيه. كاين هناك ثلاثه ديال السيناريوهات كما شرتي، بالفعل اما تفويت لشركه اخرى، اما يعني الاستمرار، اما ان البيع الاسهم. احنا فوجئنا في غياب اي قرار متخذ من طرف المجلس واللي ما شاركناش فيه، فوجئنا بالقرار اللي بالإعلان اللي عبر عليه رئيس الجماعة، وهو أن طنجة ستقتني أو ستشتري الأسهم ديال أمانديس. هذا الشيء اللي قام واحد الضجة، ما يمكنش واحد الشركة خلت بالبنود ديال دفتر التحملات ونجيو حنا دابا نقضوها هكذا بلا دون أي محاسبة، هذا لن نقبله كوضع اللي هو حالي. صادق المجلس خلال نفس الدورة على مشروع المخطط الجماعي للتنمية مع إدراج توصية تشكيل لجان للتتبع، كما صدق بالإجماع على الاتفاقيات المبرمة مع جمعيات تعمل في المجال الاجتماعي، فيما أرجئت باقي النقاط إلى الجلسة الثانية لنفس الدورة خلال الأيام المقبلة، وعلى رأسها ملف أمانديس.